عودة للمتابعة. نحن وياكم لليوم الاثنين 8 ايلول 2014. لكل اللي عم يسالوني عبر صفحة الفيسبوك ليه مشقلبين فقراتنا، بقول لكم انه من هلا لفترة نحن بعالم الصباح من الاثنين للجمعة لغاية الساعة 12:30 مش للساعة 1 بهدف نقل وقائع المحكمة الدولية ابتداء من الساعة 12:30 على شاشة المستقبل. بعض الفقرات رح نحاول انه نمرقها قبل فقرات حتى الكل يقدر ياخذ حقه هالفترة وتقدروا تتابعوا كل الاختصاصيين يلي انتم بتحبوا تتابعوا مواضيعهم. اما هلا خلينا نحكي مع تانيا وثلاث سلال قدامنا كل سلة تهدف لموضوع معين، شو هي؟ خلينا نحكي. صباح الخير. صباح النور. العنف ضد العنف، صح. التركيز، الواحد يكون معصب، معصب شوي أكتر، وخاصة شوي بالعائلة. خاصة بالعائلة. خاصة بالعائلة اللي هو أكتر مكان نتخانق فيه، عنا إمكانية نتخانق ونتشارع إذا بدك، صح؟ نعم. قبل رح كمل يلي الفكرة اللي أنت كنت عم بتقولها عن فقراتنا، أنا كل نهار تنين رح شوف المشاهدين الساعة 10:30 مثل اليوم، وكل خميس هيدا الخميس بشوفهم 12 إلا تلت. نعم. رح نحكي اليوم عن المشاكل بالعائلة. أمتين بتقول بتحس حالك معصب بالعائلة، يا عمي أمتين بشارع أمتين ما بشارع، أمتين بفش خلقي أمتين ما بفش خلقي، عنا أوقات يا عمي بحكي ولا ما بحكي، عنا هالصراع يعني اللي درجة نعيشه. التعبير من خلال حجم المشكلة. مزبوط. يعني منقول بقول شيء ولا لا، بحكي ولا ما بحكي. هيدا اليوم اللي رح نتعلمه بيخل من خلال ثلاث سلال انا جايبتهم معي، رح نشوف كل سله شو فيها. تعودوا اصدقاء تحطوا مشاكل العائله او الامور يلي بتصير حواليكم بسلال، عنا بس ثلاث سلال، حطوا هيك ثلاث سلال براسكم. انا اليوم رح احكي عن ثلاث سلال شايفينهم قدامنا مع الفراشات. بتلاحظ ايه انا حاطتهم مع فراشات لانه هن مشاكل ما بنقضي على بعضنا فيها، اخرتها هن شريعه صغيره. اذا ملاحظ جوزيف، نبلش من السله الاولى للسله الثالثه من الاكبر وزن. للاصغر، صح؟ أوكي. رح نشوف السله الاولى، رح انا وياك بقلبها في اوراق، اسحب ورقه لنشوف اي نوع شيء معقول يزعج فيكم بالبيت بيناتنا. كرشو كبير. كرشو كبير، كرشو كبير فيه يضل اتنقر انا وياه او انا وياها، لانه نحن حاطينا بالجندره جامعينا بنوع واحد، بس نحن فيها تكون للميلتين. كرشو كبير هي شو؟ ذكر ام انثى يعني وراكه. وراكه كبير. بطنه لانها جايبه اولاد الى ما هنالك. بس بتعرفي المره قد ما كان عندها كرش كبير هيدا وراك كتار ما مشكله، والرجال في ناس عندهم مشكله، في ناس بيعمل بيقدر يعمل لها مشكله، في مثلا او هي تعمل له مشكله على كرشه او عنده هول هون اللاف هاندلز. فيني شارع اقول انتبه على اكلك، ليك صاير شكلك شكلك فيي اعمل هيك، هيدا خيار بكون هيدا المشكل عم بعمله بهيدي السله، بس هيدا شيء كان فيه بالاخر مش فيي انا، انا ما خصني، ما له علاقه بعلاقتنا، هيدا شيء بجسده له هو، انا هيدا مفروض يكون بالسله الاولى، السله يلي رح انا اسحب هلا ورقه اللي ما بنحكي فيها عن ما بنعمل مشكل من وراها، إذا بدي أوكي. أعمل مشكل من موضوع من هون لازم أنقله على السلة الثالثة رح نشوفها بعدين. أنا حاولت أقول لك إياها إنه ما في مشكل، إنه أقول لك قد أنا بخدها كلها. شفت ما قلزك؟ تهرهر على الأرض، مثلا إذا عندنا أولاد أو إذا زوجي بهرهر على الأرض، في ناس بتعصب. آخر وحدة أنا. بتسبب لك مشكل. هيدي عندي منها عقدة. هرهر عم بهرهر هونيك عم بسرسب ويجي نمل ويجي هي. لا لا هي. لو حصل أكل بأوضة النوم ممنوع. هيدا شفت كبير. أنت بالنسبة لإلك محلها مش هون محلها هونيك، وتهرهر بالأرض ما في شيء شخصي أنا تجاهي بعلاقتي مع الآخر، هو تصرف من الآخر، يمكن هو بهرهر على الأرض أنا بشنخر أنا ونايمة. إذا بدي إنه أنت بشنخر أنا لا. إذا بدي إنه الآخر ما يخانقني كل الوقت على أموري الصغيرة، بدي أتعود أنا كمان ما خانقه على أموره الصغيرة، هيدا المقصود. يعني هي مشكلة صغيرة لازم أحطها بالسلة الكبيرة. بالسلة الكبيرة تبع يعني السلة الأولى. يعني حط بالخرج. حط بالخرج، هيدا الخرج، شو طلع لك؟ طبيعة عملهم. إيه، يعني بعدك بتشتغل هالشغلة، بعدك راكد وراهم، ما عرفت تتقدم بحياتك، أو أنت كمان بعدك بتشتغلي لي للساعة مدري أمتين وألجأ بيدفعوا لك. شريعة شريعة شريعة، ما خصك بطبيعة شغلي وما خصني بطبيعة شغلك إذا بدنا نحكي مع ابتعاد عن المشكل. بس أنا عم جميل فيكي شغلة إنه دايما عم تقولي هي عم تنتقده لأنه هي اللي عم بتنق مش هو. إيه أنا بقول اثنين إذا بتلاحظ، هلا أنت بيعجبك إنه لما إنه مش بس بذكر الرجل. مثلا أنت ريحة الإجرين مثلا إذا بتزعج أمر هو مزعج، إنما ليس موضوع مشكل مثل يلي رح نشوفه بعدين. علق الطعام. صوتي إذا أنا وعم باكل خيار بيزعجك، أو إذا أنا وعم فرش أسناني بيزعجك، أو إذا إلى أو أنا بيزعجني الأمر إلى ما هنالك، هيدا مش مشكل، هيدا حط بالخرج إذا بدك، طلع لك تفرش أسنان، الكلسات على الأرض الأولاد أو اللعب المنكوشة إلى ما هنالك، أنا طلع لي الشكل كمان اذا بدي احكي عن كل شيء. شفت المشاكل هون اللي شفناها كلها جوزيف، كل المشاكل بهالسله منها مشاكل بالحوار. هي وغير حوار، هي لا علاقه لها
بالعلاقه الثنائيه او علاقه العائله، يعني ما في شيء بياثر علي انا بعلاقتي فيك ولا شيء بياثر شيء بعلاقتك فيي، اذا هدول امور تخصك وامور تخصك. لازم اتعامل معهم باي طريقه؟ بدي يا اما بنساهم لانه انا مثل ما هن عندهم مصايبهم الصغيره عندي مصايب صغيره، ما حدا ما عنده قصص صغيره بيعملها، اذا بدي انه ما حدا يقعد يشارعني كل يوم انا بدوري ما لازم شارع كل يوم، اذا في شيء هون كثير زعجني مثل انت زعجك كثير فكره ترهر على الارض، يعني انا هيدا مثل زناد لإلي، هيدا بيولع عندي شيء تاني خوف اكبر من حشرات من وسخ هيدا لازم انقله على السله، رح نروح على السله الثانيه. لازم انقله على السله هيدي بلكي يمكن، السله الثانيه هي المشاكل يلي صارت شفتو اصغر بكثير من الاولى، هي سله المشاكل جوزيف مش المشاكل يلي فيها تنتهي بخناق بشريعه بوساطة، هي المشاكل يلي بتأثر علينا اثنيناتنا بطريقتنا مثلا شو طلع لك؟ لما ما تقلي عمري معروف بشعر صح، هون بستعمل هاي الجملة ضروري جدا لما بدي احكي بالمواضيع، مثلا انت قلت فيك تنقل بعتقد مشكلة تهرهر على هاي السلة مش على الأخيرة عندك أوكي. مثلا هون بالنسبة لك لازم تستعمل الجملة بقلها الجملة السحرية، لما بشوف بشعر لأني بحاجة لا ممكن تتتا تعملوا كذا، هيدا بدي احكي بلغه الانا لانه عم يزعجني الي انا، ترهري يمكن مش زعج غيري لانه مش منتبه له، لو منتبه له ما بيهرهر، انا اللي زعجني، فلما انا بشوف الترهر بشعر بتعصيب وبكرز ليش؟ لاني بحاجه اعرف انه النظافه اللي اشتغلت عليها قبل ما تجوا رح تضل، ولازم بحاجه اعرف انه انا بامان مش رح يجي علينا حشرات ويجيبوا لنا يمكن امراض على البيت. ممكن تنتبهوا تاكلوا فوق الصحن، لاحظت ما فتنا بمشكل، فتنا بجملة عم تحكي بلغة الأنا بحوار بلغة الأنا، مثلا هيدي من الأولى رجعت أخذتها هون عندك دقيقتين بدك تعجلي، لما بوقف كل نهار بالشغل بصير المساء بحاجة لا راحة ما بدي تشارعوني ما إلي جلدي نتخانق، لما بتمرق سنة ما بنظهر سوا واحدنا بشعر بأني بحاجة نكون مع بعض، نكون يعني مع بعض نلاقي وقت لذاتنا يعني. صح هيدا بقدر ناقش فيه، هيدا مش شي بنسي بحطه بأول سلة بالخرج، هيدا شي عم يزعجني، لما بتمرق كل السهرة وما بتحكيني بشعر بغضب أو بحزن لأني بحاجة أعرف إنه نحن عايشين سوا تحت فرد سقف عنا حوار عنا شي نتحاور فيه، إذا هاي السلة هي سلة النقاش البناء مش سلة خرج، هاو ما بينحطوا بالخرج، هاو عم بيأثروا فيي أنا مباشرة. أما المشكلة المشاكل الكبيرة بهالسلة الصغيرة اللي هي أقل بيكون كل ما كبرت المشكل كل ما صغرت السلة، لأنه المشاكل الكبيرة أصغر. شو طلع لك؟ طلع لي إنه ما بسمح تمد إيدك علي طبعا او تمدي ايدك علي طبعا، لانه فتنا بمشكله كثير ضخمه هون فينا نقول لا ما بسمح برفض انك تعمل هيك، فتنا بتوناليتي القاسيه ما تكذب علي، الكذب امر سيء باي علاقه باي عائله، فتنا بمشاكل كبيره. شو طلع لك؟ لا ما برضى انك تخونني، ما برضى انك تخونني، خيانه امر عظيم بالسله الصغيره، مش كل يوم بيصير معنا خيانه. اذا بتقلل احترامي ما راح اتعاطى معك، خلص عم هدد صرت، اذا راح تقلل احترامي ما راح اتعاطى معك، فتنا بالمشكل الكبير يلي هو الاحترام، هو امور ضخمه. شو طلع ما بقبل ترفع صوتك او صوتك بوجهي صح ما الصوت الخيانه الى ما هنالك، وبعد عندي مشكل واحد شيف شادي، مشكل كبير بالسلة الكبيرة جوزيف، هذا مشكل عالم الصباح هيدا ما له حل، هيدا بدكم وسيط خارجي. فمثل ما شفت جوزيف حط يدلي أنا حط لي ليستة مشاكل، لحظة حل عنا شفتوا هاي مشكلة أزمة كبيرة هم. إذا لا سامرايزنج كل شيء قلنا، الأمور الصغيرة اللي بتحصل كل يوم ما نعلق عليها من حب الخرج، الأمور الوسط يلي بتأثر علي هون كل شيء ما خصني فيه أنا، كل شيء ما إلي دعوة فيه أنا شخصيا مش عم بيأثر علي، بالتاني أمور صغيرة عم بتأثر فيي ممكن إني حلها بطريقة بناء أو أحكي وأفتح نقاش حوار عادي بلغة الأنا، لما أنا بشوف بشعر لأني بحاجة إذا ممكن كذا. لا هون سجل المصايب الكبيرة، نسجل موقف، خيانة، قلة احترام، ضرب، تعدي إلى ما هنالك. ثانكيو لك تانيا، بنشوفك الخميس إن الله راد. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين عالم الصباح، بريك قصير ومن بعدها بنكون مع خفيف نظيف وضيفتنا.